ان شاء الله اليوم غادي نحضروا ريزوتو، غادي نديروه في الثيرموميكس كما كتشوفوا معايا المقادير. هنايا عندي الشامبينيون 250 غرام طري قطعته هكذا، هنايا عندي صدر نتاع الدجاج مقطع طريفات، عندي واحد البصله، عندي كوب ديال الضامه تاع البنه ديال الدجاج، هنايا عندي الماء، عندي الريزوتو اللي هو هذا كيكون مكور، غادي نحتاجوا الحليب، الزيت، الملحه والبزار والفروماج البارميزون. انا راه عندي ها هو الثيرموميكس ديالنا، انا غادي نفتحو، غادي نرمي البصله ديالي هكذا، هو راه ما فيه والو، صافي غادي نسدها، نسدو مزيان. غادي ندير هنايا باش غادي يتطحن ليا، غادي ندير خمسة كتوطاو عليها هكذا، كندير هنايا السرعه خمسة حتى هي، كنوطا في اي بوطونه باش كيسكت، كنفتحو بهاد لاسباتول ديالو، غادي نحاول نهبط هاد البصله، غادي نضيف الزيت، وضفت حتى شويه نتاع الزبده 40 غرام تقريبا، انا نسيت ما درتهاش في المقادير، غادي نضيف الزيت دابا صافي، غادي نولي نغطي عليه، غادي نجيو هنايا غادي نديرو 3 دقائق، عفوا سمحوا لي، سرعه غادي نديرو 120، عفوا حراره غادي نديرو 120، وهنايا غادي نجيو نديرو سرعه واحد صافي. هنايا كما شفتو معايا ها هي البصله ديالنا مع ديك الزيت، هلا كنقليو ديك البصله مع الزيت، دابا غادي نضيف هاد الدجاج، صدر تاع الدجاج، غادي نضيف هاد لي شامبينيون تا هما، صافي غادي نضيف البزار، كيبقى على حساب الذوق، والملحة حتى هي، غادي نولي نسد عليهم، غادي هنايا ندير 10 دقائق باش غادي نطيبو الدجاج والشامبينيون، هنايا درجة الحرارة غادي نديرو 100، وهنايا غادي نديرو سونس انفيرس، وغادي نديرو المعلقة. هيا بعد ما داز 10 دقائق ها هو الدجاج ديالنا الشامبينيون طابو، هبطوهم، دابا غادي نضيفو الروز، كما قلت لكم شفتو معايا في الفيديو ديال الثيرموميكس في حتى الميزان، حنايا غادي هنايا نشدو الميزان، غادي نوزنو، غادي نوزن 320، نبقاو غاديين معاه غير بشويه، فوالا 320، غادي نوطا هنايا فطار باش نوزن الحليب، الحليب عندي 60 غرام، معليش صافي، غادي نزيد هذاك، لا ماشي دابا نزيدو الضامة د البنة، صافي غادي نوطاو هنايا غادي يمشي، غادي نسدو على البول ديالنا، هنا دابا غادي نطيبو غير شويه داك الروز مع الحليب، غادي نديرو لهم 5 دقائق، هنايا غادي نديرو درجه 100،
وهنايا غادي نديرو سونس انفيرس وغادي نديرو المعلقه. صافي دابا ما بقى لنا غير نضيفو الماء ونضيفو هذاك كنور ديال الدجاج، واللي عندها مرق ديال الدجاج دير المرق حسن، فبلاصه ما دير الماء دير المرق. غادي نرجعو للميزان ديالنا، غادي نوزنو 800 مليليتر. فوالا صافي، دابا غادي نسد عليه ونخليه يكمل الطياب ديالو. غادي نحسل بلو 16 دقيقة درجة الحرارة 100، وهنايا غادي نوطاو على سونس انفيرس، وهنا غادي نديرو المعلقة. ها هو الطبق ديالنا واجد كما كتشوفوا معايا، سهل وبسيط. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وانا غادي نبقى مره نحط لكم وصفات راه فيه ما يدار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.